كاساندرا مو حلوه كاساندرا كتير 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 قد ايه يعني قد ما بدك محكمه انا هاني محي الله سيدي ما بتشوف انه من حق الادعاء توضيح رايه شو بدك تقول بالاخير مو اقصى العقوبه بدي حقي هذا المتهم ايه هيك بدي اقول لازم ننزل اقصى العقوبات بحق شفيق دبول خلص ولا يهمك ما بصير غير على كيفك بس انا هاني مو حي الله سيدي القاضي اني ادين موكلي على ما اقترفت يداه وأطالب بإنزال أقصى العقوبة عليه تضامناً مع المدعي العام ابن مرتي ماذا يقول المتهم؟ هل من اعتراض على ما ورد في الجلسة؟ أنا ما عملت شي يا بيه أنا بريء 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 أنا بريء لك لا تعملني بريء ومو بريء أنا بإيدي أخذت من عندك 12 سطل دهان وبالعلامة 10 ألماسي واثنين ذهبي شيبس وباكور لعيتوا قلبي يا سيدي شو قررتوا اه اعدام شيكو زال شيكو زال انا هاني مو حي الله خلصونا بقى عنا جوازي انت الوحيد الادمي بيناتهم ما حدا غيرك وقف جنبي كلهم اكلوني لحم وزتوني عظم انقذني بعدولي هيك ما حدا بيقوصوا غيري عم يدلك على غلطك مشان تتقي خلص خلص توبة ما عاد مد ايدي على شي مو الي توبة لك شو التوبة لك شو التوبة صرت قبضة مصاري من الكل رجعيه فات الاوان صرفت نصه بدي افهم وين عم تصرف في هالصرف وين وين شوفت عينك انت لحالك لازم تعرف وبالصدفة اول امبارح مارق بياع السجاد شجاد اخذت لي سجادة وأول امبارح كمان بالصدفة دفعت رعبون لبراد وغسالة أوتوماتيك وتلفزيون ملون وفيديو وسطلات وميكروويف أنا ما دخلني دبري حالك أنا سرقة ما عاد اسم مين قال لك إنه هي سرقة؟ بلا سرقة اقنعني إنها سرقة أي غرض بياخده الواحد وبيكون الغرض مو إله بيكون سرقة مين قال لك إنه مو إله؟ هلا بدك تقنعيني إنه هالغراض مقلفطينا من مستودع اللي خلفه؟ لك مو من مستودع اللي خلفني من مستودع اللي خلفك شلون بقى؟ انت قديش راتبك بالشهر؟ راتبي 3800 وبعد التعويضات والزيادات واللذي واللذية واللتي واللتية واللوائي واللائي بلحق 4500 ايه وقديش مصروفك بالشهر؟
مصروفي بين الثمانية والعشرة. طبعا، لأنه هذا كله رايح على كرشك، مو من غير بطنك أنت وجخك ولبسك وصبابيتك وروحاتك وجياتك. لك هن بيعرفوا هالشي ومشان هيك عم يغضوا الطرف. إذا بلش التكميش ما بيضل حدا برا. إن شاء الله ما بتكر إنه أنت الوحيد اللي عم تسرق. معناها هذا كله من المنام، من المنام. جلاسي بارد، جلاسي بارد. شفيق ولا يهمك، بكرة أنا بروح لعند أبو زكي وبقول له يعمل لي حجاب، بتبطل تشوف المنامات الوحشة. هيك قلتي؟ آه هيك قلتي. اقتنعت. هدول حبيبي بشكل مبدئي. طيب 10 تنانير مو كتير؟ لا مو كتير، معنا مصاري خير الله، ليش ما بتجيب لي 10 تنانير؟ لك بكره بننكمش، هي الشغله مو دايمتنا، خلينا نضب ايدنا شوي، تنورتين بكفي. لا اخي ما بكفوا تنورتين، بدي 10 تنانير، بدي طق العالم كلها، بدي اطلع كل يوم التنوره، بعدين بدي كنابه. على راسي. امك ما بتجيب لها شيء؟ لا ما راح اجيب لها شيء، تأمريني خدمه؟ سلامتك. سلامات. الله معك. ايه اهلين سهلين. صباح الخير. صباح النور، طمني كيف الشغل؟ اكرم على سكرم. شوفي بالكيس؟ عندك مي. شفطة؟ لك يا رجل حياكل الصدى بالمستودع، التحاري منجيبها لهون نستفيد منها. يعني مال حلال؟ ايه طبعا، لك انا اذا طلبت برجعها. هيك ها بدي اياك مطيع، بديني يا حبيبي. ما وصيتك لا تنسى. لا امي بتذكر و100 يوم كمان. سلام. شو ابو طنزه شلونك؟ تمام منيح. ان شاء الله مضيت على خير. مضيت بس في موضوع بدي احكي معك. موضوع شو؟ الحقني لقلك لجوا. يا معلم. على مهلك. خير؟ شوفي اجا المدير اخطون حديد وطون الاشمنتو، وان شاء الله حكيت معه شيء. عم بقول لك المدير شو بدي احكي معه، وبعدين انا شو دخلني بهالشغله؟ ان شاء الله صحتين على قلبه. ايوه ايوه، اوعى تحكي معه شيء. برافو شفيق، بلشت تشتغل بالاطنان. بكير بكير، لسه على قد لحافك من مد رجلينك. لك الحرامي ما عنده لحاف، قد ما مد اجري ما حدا شايفه بالعتمين. نحن حراميه مراخيص، على قد رخصتنا نشفو. الله يديم علينا هالرخصه. شو جايب ابو طنزه؟ طيبة مي خنج، قلت له لبديعة مصدية. وشو ناوي تساوي فيها؟ بدي بيعها واشتري محلها وحدة عتيقة حطها بالمستودع. لك ما حدا حاسس. برافو عليك، وانا طول عمري بقول عنك اخرو، ابنيني بقتلي. لك انا اخرو؟ لك شو بدي اعمل حتى يرضيكي؟ ان شاء الله بتعدمي يا ربي، ان شاء الله بخلص منكم. لك اشتغل واشتغل ما بتبقى. لك انا علي انا، لاني ما لقيت بتوب ان شاء الله بتعدمي. انشطح على قلبته. هلا جوزك مو مثل الطرح، عامل حاله ولا له علاقه بالموضوع. جوزي مو طرح، احترم نفسك، خليه ينام طول الليل مو نايم، خليه يرتاح. من غشمنته يسكر وينام، ضروري يعمل لي حاله حامي الجيب. ما صح له ينام، ما صح. ليش تركوه ينام؟ اجى المدير الشغل وراح، اجى رئيس لجنه المبايعات، راح رئيس لجنه المبايعات، اجى رئيس المشتريات، راح رئيس لجنة المشتريات، اجى رئيس الديوان، راح رئيس الديوان، وهكذا هيك عن طريق التسلسل بنزول من المدير للآذن لجهجهة الضوء، كله يحمل ويمشي، شلون بده ينام؟ معه حق، معه حق. هاني الله يعطيك العافية. الله يعافيك. هذا البربيش تخين إله، خذيه هدية. كتر خيرك. مع السلامة. تعال حبيبي. رجلي رح يتقصفوا. إيه لكان؟ هلا كل شيء فيها امراض رح تنزل عليك. ليش؟ لانك عم تعمل شغلات حرام. هلا سدي بوزك، احسن ما اقوم اعمل لك دعكه مرتبه. ها ما رح سده. بقوم انا بسد لك يا. عم اقول لك ما رح سده، ما رح سده لحتى تبطل هي الشغلات اللي عم تساويها وحتى تفيق لحالك. لك يا حبيبتي يا روحي، شو ما في غيري انا حرامي بهالبيت؟ روحي شوفي اخوكي، روحي شوفي الكميات اللي عم يجيبها، صار عم يعبي سيارات كامله طلب، روحي احكي مع امك الراس المدبر للعمليه، ولا ما في غيري انا حيطي واطي بهالبيت؟ لا مو وطاوه حيط، بس انت بالمستقبل بدك تصير ابو اولادي، وانا ما بدي اولادي يتعيروا بالمدرسه ورفقاتهم يقولوا لهم ابوكم حرامي حرامي. من هون ليصير عنا اولاد ويروحوا على المدرسه، منكون الحبسنا وطلعنا من الحبس. ما دخلني بكره بصيروا بيعايرون وبيهدوهم فيك. انت بشر الك علي، اكتب استقالتي وما عاد مد ايدي بنوب بنوب. بطعن بطعن بطعن. هذا ابو جدعان ما صابه. بطعن 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 فوق راسنا.
بدي وياه وياه. شو عبيد؟ شايفكم طالعين مثل رف البط. شو هذا يا اخي؟ هذا عمك باين عليه عم يشتغل على مبدا الارض المحروقه، ما بدي اخلي شيء. ما كان يوصل الكلب يريحنا. صارت امان، يمكن وصل. دقيقة شوي. اهلين عم. اهلين. شو؟ جبت الدولابين؟ جبته. فوت جيبه نواف. مرحبا عفيف. اهلين وسهلين. اهلين ابجد عم. ان شاء الله صبته. قلب مقرقع، يخرب بيته، يا اما ما بينصاف، يا اما ما بيخلق فيه رصاص. طيب بركي بارودتك ما بتصيب؟ بارودتي ما في منها. اهلين يا ابي. تفضل يا ابي تعشى معنا، معقول كل مره بتيجي بتقوص وبتروح؟ تفضل يا ابي. لا، معزوم على عشاء سمك الليله، الرجال عم يستناني. هلا بالليل بدك تروح على البحر؟ لك شو في وراي؟ انت بتعرفيني صاحب كيف، منه بنهبش بها السمك ومنه بنمشي المنطقه هني. انا رايح لعند ام هاني جيب طاسه الرعبه، ديروا بالكم على حالكم ما بتاخر. وين عمي؟ هلك وابي. خد عم. كم اصبح هدول؟ هدول شي 200 اصبح. حال بكفوا خير الله. منين طلع الصقر؟ انا بدخل يا ابي من هنيك من هنيك. شو بدك تعمل؟ بدي ورجيه، انا قلبي تعبيني. شو طول بالي؟ جنني جنني. انا بدي قوموا خلصنا منه. لك 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 ما متت. بدي اخلص منك منه. الا خلصت يا عمي. مذهب الكبيرات انت تكعيني يا انا.
معقولة هذا اللي صار معنا؟ ما بيتصدق ما هيك؟ بس لا بصير.